يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك كتاب في قصص الأنبياء تنصحون بقراءته والاستفادة منه؟ قصص الأنبياء ذكره الله في القرآن، اقرأ الآيات تفسيرها، وهذا قصص القرآن موجود في القرآن نفسه تفسير، لكن بعض العلماء لخص هذا في كتاب اسمه قصص الأنبياء، وهو أخذه من البداية والنهاية لابن كثير، كتاب جيد لا بأس به، وهو مأخوذ من البداية والنهاية لابن كثير. نعم.